الدولة العلوية الشريفة تعززت عنايتهم بحفظ ودراسة وشرح وقراءة صحيح البخاري لعقد مجالس سلطانية حافلة جعلت عنايته به تبلغ مبلغ الأسماء لتقريب المحدثين وأهل العلم. فهذا السلطان مولى إسماعيل رحمه الله كان يعقد لدراسته مجالس حافلة يدعو إليها كبار المحدثين والعلماء، وكان أيضا يأخذه معه في تنقلاته وأسفاره تبركا به. وسمى قسما من حديث من جيشه باسم البخاري تيمنا به وتبركا، وكان يجعله في الطليعة عند المهمات العسكرية والتنقلات الميدانية. وقد أشار إلى هذا أحد مادعيه في قصيدة قال فيها: وأجناده كان البخاري إمامهم، إذا صار صاروا أقام أقاموا. وهو المسلك نفسه الذي سلكه سيدي محمد بن عبد الله والمولى الحسن الأول. وفي عهد مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه، ومن بعده عهد الظاهر لمولانا أمير المؤمنين مولانا محمد بن السادس نصره الله وأيده في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من رمضان، التي تصادف إن شاء الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تزويجا لمسيرة قراءة هذا الكتاب الجليل القادم. والإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري أمير المؤمنين في الحديث، المولود سنة 74 من الهجرة البخارى، والمتوفى ليلة عيد الفطر من عام 56 و200 للهجرة، بسرطان قد ختم صحيحه بباب تضمن حديثا فريدا قال فيه: باب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال ابن آدم وقوله الوزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وصائقنا إلى جنة النعيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ظهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كما نسألك ونتوجه إليك ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك وفي هذا المجمع المبارك، أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين وتجمع به كلمة الحق والفتح المبين. اللهم يا ربي ثبت خطاه. اللهم يا ربي
سدد خطاه واحفظه يا رب.